صباح الله وبركاته. اليوم جاناكم فيديو جديد عن روبلوكس. طبعا اليوم معي من خالتي امير. هلا والله هلا والله. فاليوم حنلعب ماب دراجون بلوكس هاب. ف يلا الو شباب، لا تنسوا اللايك وشير وسبسكرايب وسووا جرس لا تحشون اول ما انزل فيديو يجيلكم. يلا نبلش. يلا جابون يا امير. يلا يا شباب، هذا ثاني مقطع. امبارح نزلت مقطع، قلت لكم اي محتوى بدكم اياه قولوا لي. وكمان شباب، شباب عندي ضيف اسمه ميلاد. كان انا حكون الشاهد على الحرب التي ستصير حاليا. هو من اول مرة يطلع في قناتي. انا عندي قناة فيها 15 مشترك، يعني مشهور انا تقريبا. شباب لا تنسوا، بس لا تنسوا. انا حساب عمر بالتيك توك اسمه المعاني جينج. الحرب جدا رائعة، يعني من تعال تعال جنبي. انت تعال وينك؟ شباب بس انا بس اسوي كريت سكواد وابعت لهم يعني معنا. بتمنى انكم تقدروا. امير بعت لك الفايت. بتمنى انكم تقدروا التعب اللي بيشتغل عليه السيد عمر بالمونتاج تبع الفيديو ايضا. المونتاج تبع الفيديو ايضا بتمنى انكم، وانا بحب متابعين عمر. ان شاء الله نوصل ل 10 مشتركين قبل نهايه السنه. يا شباب كنا خلصنا. جئنا لكم يا شباب، رجعت في هذا المقطع الفاهم المضغط عشان نجمع باور. اضمي واحد جنال. شباب فححاول شو اسمه اوصل الليفل اللي بعديه اللي هو سي جي جي بيس سوبر ساين. اوكي هلعب وحده. اذكركم لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب. واذا عجبكم المقطع لا تنسوا شير وسبسكرايب وتكتبوا تعليق كومنت عشان اذا الفيديو عجبكم، واذا الفيديو ما عجبكم برضو اضغطوا لايك فضلا وليس امرا. ذلك مبادئ يكون يوتيوبر. شباب لا تنسونا بالدعم، والله بحتاج دعم كثير. طبعا بدنا يكون عندنا منتسبين. دم 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 د
شباب. مين دمي؟ يبالك تموت يا مير. دمي خد اختي. جات لكم شباب صار هيك لكم احكي عن اي شيء. ما تسوي الحركة هاي. خسرت موتت حرام حرام. جي 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 جي. افضل لاعب بالتاريخ يخسر طبعا. تطبيق هاي نز. طبعا يا شباب بعد هذا يعني بوصل عليك الترانسفورم في السكيل. عن المقطع لانه صار له 6 دقايق يعني سبب المقطع. شباب ما وصلنا نبني جديد. شو اسمه حغير المقطع. فاي شباب رجعت لكم بس كنت احكي اسوي شيء. اسف لو كل شوي قاعد بس هيك مايك بس هيك قاعد بس هيك في اشياء لازم تسويهم. شباب بحاول انه اني اسوي قد اني اسوي كل اشي عشان والله بس اوصل هناك ويمكن بس اوصل يعني وصل اللايك وصل الفيديو هذا 10 لايكات 20 10 او 20 عشان نضيف تحدي وعشان نضيف ميلاد نجيبه 20 لايك يعني والله بس بدي تعمل كثير جديد على اليوتيوب سحبت كثير 5 شهور فبلش محتوى جديد. قتلت طبعا يا شباب ضايل شوي وخلاص بني الفيديو خلاص عشان انه قربت انه خلاص اصير للليفل اللي بعدين لانه نفسي اجرب اشوف الليفل اللي بعدين ضايل شوي شوي شباب اوكي حلو هسه نشوف الترانسفورم جديد. اسف لو المقطع كان قليل بس ما بقدر يا شباب يعني انا مش بالدار انا عند دار سيدي. نشوف الترانسفورما حلو بين حلو ايوه. طيب شباب كان هذا المقطع فاذا لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب والسلام عليكم.